بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب 22، باب استحلاف المدعى عليه، باب استحلاف المدعى عليه في الأموال والدماء وغيرهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه أحمد ومسلم. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. قد رحمه الله تعالى: باب استحلاف المدعى عليه في الأموال والدماء وغيرهما. أيضا هذه مسائل القضاء والمسائل التي يجريها القاضي بين المتقاضيين أو المتداعيين، وهي هنا في مسألة المدعى عليه، وأنه يستحلف. استحلاف الألف والسين والتاء هنا للطلب، استحلف يعني طلب الحليف، كما أن استغفر طلب الاستغفار، واستهدى طلب الهداية، استغاث طلب الغوث، وهكذا. والألف والسين والتاء تأتي للطلب وتأتي للتحول والصيرورة، مثل استحجر الطين يعني تحول إلى حجر، يعني صار صلبا. وحتى قال منه: استنوق الجمل يعني صار كالناقة. وتأتي أيضا زائدة بمعنى أنها يعني نوع من مزيد الترادف في العربية، مثل استباحة بمعنى أباحة، وهنا للطلب. استحلاف يعني طلب الحليف، بمعنى أن القاضي يطلب من اليمين، يطلب اليمين المدعى، أو أن المدعي أيضا إذا عجز عن البينة قد يقول للقاضي: أنا أطلب منه اليمين أو أطلب يمينه. فإذا هو استحلاف، فقد يكون الاستحلاف من القاضي أو من المدعي، لكن لا يكون يمين إلا بطلب. لو أن المدعى على إرادة أن يحلف ابتداء ما يقبل، لا تكون اليمين إلا باستحلاف، يعني بطلب من له حق الاستحلاف. فقال: باب استحلاف المدعى عليه. المدعى عليك مر معنا في الجلسة الماضية أن هناك مدعي ومدعى عليه، ومن هو المدعي، ومن ما ضابط يعني ما ضابط المدعي وما ضابط المدعى عليه. وقلنا إن هناك يعني تعريفين أو حدين. أحدهما يقول إن المدعي هو من يدعي خلاف الأصل وخلاف الظاهر، بمعنى أنه يدعي شيئا ليس بيده ولا في ملكه وليس له، يعني بمعنى أنه يأتي يريد أن يستبد على هذا الشيء الذي ليس تحت يده. فلهذا قالوا إنه هو من تخالف دعواه الظاهر.
والمدعى عليه بخلافه. المدعى عليه غالبا يصير هو اللي تحت يده هذا المدعى عليه، الشيء العين المختلف عليها غالبا تصير تحت سلطان المدعى عليه، بين المدعي داخل أو جاي من الخارج ليأخذ هذا الذي تحت يد المدعى عليه. ولهذا قالوا إن المدعي هو الذي يدعي خلاف الأصل وخلاف الظاهر. وقيل إن المدعي هو الذي إذا ترك ترك، المدعي إذا ترك ترك، يعني أنت لو ذهبت للقاضي وادعيت دعوة قلت فلان أخذ منزلي أو أخذ أرضي أو استولى على سيارتي وسجلت الدعوة وأعطاك القاضي موعد الأسبوع القادم، ما جئت القاضي لا يبحث عنك ولا يرسل شرطة يحضروك ولا يرسل المحضرون الذين يحضرون المتداعيين. فالمدعي ما يطلب إذا ترك، لأنه هو صاحب الحق إن جاء ولا. بين المدعى عليه لا، المدعى عليه إذا ترك لم يترك. فأنت طلبت أقمت دعوة على أحمد، فالقاضي كتب أو وجه أو أرسل الشرطة أو أرسل المحضر الخصوم قال هذا عنوان أحمد احضروه، لو لم يحضر يؤتب بالقوة. بين المدعي محمد مثلا هو المدعي سجل الدعوة وقال له القاضي موعدكم الأسبوع القادم نسمع دعواتكم، ما جاء المدعي وجاء المدعى عليه، أحمد جاء محمد ما جاء، ما يسأل القاضي عن محمد لأنه يعني صاحب الدعوة إن جاء ولا. ولهذا قالوا المدعي هو الذي إذا ترك ترك أو إذا سكت ترك. وما أحد بينما المدعى عليه لا، لو غاب مثلا حسب القاعدة والنظام والقانون مثلا أحيانا في قوانين الدول إنه إذا دعي مرتين مثلا لم يحضر يحكم على غيابية. المدعى عليه إذا لم يحضر بعد تبليغه والتأكد من وصول الدعوة الطلب إليه وسجل محضر الخصوم أو الشرطي أنه وصل وأنه بلغه وأنه سلمه خطاب الدعوة ولم يحضر ومرة مرتين حسب النظام والقانون أنه إذا يحكم عليه غيابيا، يحكم عليه غيابيا. إذن المدعى عليه هو من إذا ترك لم يترك، والمدعي من إذا ترك ترك. هذا هو هذان هما التعريفان والحدان المشهوران بالتفريق بتحديد من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. فالأول يقول المدعي هو من يدعي خلاف الأصل أو خلاف الظاهر، والمدعى عليه بخلافه، وقيل المدعي هو من إذا ترك ترك والمدعى بخلافه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث علي بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، ومر معنا في الباب الماضي أن البينة على المدعي، البينة على المدعي، والمدعى عليه اليمين بمعنى إذا عجز أو إذا لم يستطع المدعي أن يأتي ببينة. هو يقول هذه الأرض لي، يقول القاضي هاتي بينة، هاتي الشهود هذه، والله ما عندي بس أنا أعرف هذا من أبي وأجدادي إلى آخره، هذه لنا أرض. كل ما لا 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 يعني لا لا القاضي لا يقبل الكلام. ولهذا الحديث الثاني ماذا قال بعده؟ لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس لما أرجاني وأماله. كل من قال هذا حقي سمع كلامه، إنما يطلب منه البينة. فإذا لم يستطع فإن القاضي يقول لمن دعا عليه هل تحلف أو تحلف أتحلف، يحلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول قضى باليمين، يعني حكم، قضى هنا بمعنى حكم باليمين على المدعى عليه. إذا المدعى عليه إذا عجز المدعي عن 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 إحضار البينة فإنه يحلف المدعى عليه
تبرى ذمته. طبعا هو المدة عليه صيغة حلفه لا يحلف يقول هذا الشيء لي، لا يحلف بالنفي يقول هذا ليس لفلان. القاضي يقول له لو تحلف هذا الحلف تقول والله العظيم أن هذا الأرض ليست لفلان، فهو يحلف بالنفي، بمعنى أنه يحلف ببراءة ذمته، ببراءة ذمته من هذا الشيء. ولهذا اليمين هي ضعيفة، لكن جانب المدعى عليه قوي، المدعى عليه قوي. لماذا؟ لأنه هو معه الشيء، هو الذي متمسك بالأرض، وهو الذي يزرع الأرض، وهو الذي ساكن في البيت، وهو الذي معه السيارة ومعه المفاتيح، فجانبه قوي. المدعى عليه هو المتمكن من 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 العين المختلف عليها، ولهذا يطلب منه هذا الشيء الضعيف. بينما الداخل من خارج له مدعي كما قلنا هو الذي يدعي خلاف الظاهر وخلاف الأصل، لا يحتاج إلى بينة قوية. ليش؟ لأن سننزع هذا من المدعى عليه، سننزع الأرض من المدعى عليه، سننزع السيارة من المدعى عليه، سننزع القضية المزرعة من المدعى عليه، فلا يمكن ننزعها إلا ببينة قوية. فالمدعي جانبه ضعيف، فنحتاج إلى بينة قوية، شهود إلى آخره، شهود يؤكدون أن هذا فعل، وحين يحكم القاضي. فإذا اليمين هي لا شك أنها طبعا مطلوبة، لكنها البينة أقوى منها لو حصلت البينة، ولهذا مقدم عليها البينة أقوى منها إذا استطاع المدعي أن تكون له بينة. قضى أن حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، اتفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجالهم وأموالهم، وهذا صحيح. لو كل من يدعى أعطي بمجرد دعواه هذه الأرض لي، وهذه السيارة لي، وهذا البيت لي، وهذا الشيء الفلاني لي، وهذا الدكان لي، وهذه البضاعة لي، بمجرد الدعوة لا 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 لعمت الفوضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم بمجرد الدعاء لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، قد رقبته، قد يقتله أو إلى آخره، ويزعم أنه المال كذا إلى آخره. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على المدعى عليه، وفي الباب السابق ولكن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. هنا قال ولكن اليمين على المدعى عليه، لأن كما قلنا لكم المدعى عليه قوي، جانبه قوي، لأنه هو اللي متمكن من العين المختلف عليه. الباب 23، باب التشديد في اليمين الكاذبة. عن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه أحمد والبخاري والنسائي. وعن عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعله الله نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي. هذا أيضا باب في التشديد في اليمين الكاذبة، صلى الله عليه وسلم، بمعنى الوعيد الشديد والتشديد في العقوبة والتشديد في الجزاء والخوف على من يقدم
أمام القاضي يمينا كاذبا، نسأل الله السلامة. فقال باب التشديد في اليمين الكاذبة. فيها أورد الشيخ ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. وهذا لا شك أنه وعيد شديد، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، يعني هو ليس لك، سواء كنت المدة عليه وأنت تكذب أو طلب يمينك تحلف. إن أحيانا حتى المدعي قد يطلب القاضي يمينه، يعني إذا كان معه شاهد ويمين. مر معنا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، فأن تحلف كاذبا وأنت تعلم أن هذا الشيء لك، هذا يكاد يكون من كبائر الذنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه. أيضا امرئ مسلم وغير مسلم، إنما هذا من باب التغليب، وإلا حتى لو كان نصراني ولو كان كافر، ذمي حربي أو غير حربي، معاهد إلى آخره، أي لا يجوز. فمسلم هنا للتغريب، وإلا حق امرئ وإلا مكن مسلما. فاقتطع حقه بيمينه، يعني هو لأخيك وكأنك فعلا قطعته وأخذت هذه القطعة. فقد أوجب الله له النار وحرم الجنة. هذا أيضا من الضوابط التي ذكر العلماء أنها من الكبائر، سوف نتكلم عنها في الحديث اللي بعد هذا. الكبائر تكلمنا عنها في قبل بابين، وسوف نعيد الكلام مختصرا في الحديث الذي بعد هذا عن الكبائر وضابط الكبائر. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا، يعني ولو كان هذا يعني ليس كبير، ليست أرض ولا سيارة ولا بيت ولا بضاعة كثيرة، قال: ولو كان قضيب، وإن كان قضيبا من أراك. هذا أراك اللي عود السواك، حتى ولو كان قضيب، قضيبا يعني عود السواك ليس لك وحلفت أنه لك، داخل في هذا الوعيد. يدل هذا على ماذا؟ يدل على عظم حق المسلم وعلى حفظ الإسلام لحقوق الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فأي شيء ليس لك هو لأخيك وتستبد به، تأخذه بغير وجه مشروع، داخل في هذا الوعيد. فأموال الناس محترمة ولا يجوز التعدي عليها. ناهيكم إلى أنها، نسأل الله السلامة، يعني من ابتلي بمثل هذا فإن الله لا يبارك له، لا في ماله ولا في نفسه ولا في ذريته ولا في أولاده، وغالبا يعيش تعيس. ولو استكثر، ولو صار عنده كميات نتيجة الكسب الحرام، صلى الله عليه وسلم، لا يبارك له، ويخشى عليه سوء الخاتمة، لأنه أكل حرام وغذي بالحرام وغذى أولاده بالحرام وعاش أهله كلهم على الحرام، صلى الله عليه وسلم. وتعرفون قصة الرجل الذي يطيل السفر في الحديقة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين، فقال: يرسلكم بالطيبات
وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات رزقكم. ثم قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر. ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد إليه السماء يا رب يا رب. الصفات هذه يا إخواني هي صفات أو يعني أسباب إجابة الدعوة كلها اجتمعت في هذا الرجل أشعث أغبر في سفر طويل يمد يديه يا رب. أشعث أغبر يعني حالته رثة وحال لأن العبد كلما كان ذا مسكنة كان أقرب إلى الله. إذا كان عليه حال المسكنة وعليه حال الضعف وعليه حال يعني التجرد من الدنيا والتجرد من أسبابها وأيضا بحيث أنه انقطعت فيه الأسباب يعني أشعث أغبر يعني أنه انقطعت فيه الأسباب. والإنسان إذا كان يعني منقطع الأسباب يكون أكثر تعلق بالله وأكثر صدق وأكثر يعني إحساس بالحاجة إلى ربي سبحانه وتعالى وهذا من أسباب الدعاء. فأنت حتى في هذه الأيام الفاضلة ونحن وفي هذا البلد المبارك يعني من 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 يعني دواعي الإجابة أن تظهر المسكنة بين يدي ربك بمعنى تستشعر ضعفك وتستشعر قلة حيلتك وتتعلق بربك صدق التعلق. يعني مهما كان عندك من أموال مهما كان عندك من جاه مهما كان عندك من مناصب مهما كان عندك من ممتلكات كله لا تغري شيئا. أنت تستشعر أن الله قادر أن ينزعها في لحظة وقادر أن يبتليك بحيث لا تستفيد من درهم الواحد إما بمرض وإما بمرض عضوي ولا مرض نفسي وإلا مرض مزمنة ولا مرض مستعصية. يعني فأنت بقدر ما تظهر صادقا حاجتك إلى الله وتعلقك به أنت أرجى القبول. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حال الرجل أشعث أغبر يطيل السفر. الإنسان في السفر غالبا يعني المسافر يتخلى من كثير من الكماليات ولهذا يكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فعابر السبيل ما يأخذ شقيل ما يأخذ شيء ثقيل معه ما يأخذ إلا شيء خفيف يعني متخلي ما يأخذ إلا الضروري إما أكل أو شرب أو لباس أو أشياء تستره من شمس أو من حر أو من برد ما يأخذ شيء. فتكون في الدنيا فعلا عابر سبيل. فهذا الرجل يطيل السفر ولسيدة طال سفره يعني خف تعلقه بالدنيا وكلما خف تعلق المسلم بالدنيا كان أقرب إلى الله. فهذا الرجل اجتمع فيه أنه أشعث أغبر وأنه في سفر طويل يمد يديه. أيضا من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين. رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء وإجابة الحديث إن الله يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردها صفرا أن يردها صفرا أو كما جاء. فهذا الرجل أيضا رفع يديه يدعو يا رب يا رب بمعنى أنه يلح وصادق في تعلقه. أيضا أنت إذا دعوت الشاهد أن تكون صادق التعلق بالله وأن تلح. وبعضهم قال إن أفضل ما يدعى به من أسماء الله يا رب وهي قال يا رب يا رب كانه يعني غير يا الله يا حكيم يا رحيم يا رزاق يا رب. فبعضهم فهم من هذا الحديث أن 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 الدعاء باسم رب لله عز وجل أنه هو أقرب إجابة. وأيضا يكرر يا رب يا رب يا رب. فالرجل هذا استجمع كل أسباب الإجابة ومع هذا لم يستجب له. أشعث ذكر الرجل
يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد إليه السماء يا رب يا رب. قال وما طعامه حرام وملبسه حرام وغذي بحرام. فأنا يستجاب بعيد، استبعد النبي وذكر النبي استبعاده أن يجب الدعاء. فأنت إذا كنت تأكل حرام، سواء كان اقتطاع حق المسلم أو 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 غش في معاملة المسلمين، أو أكل ربا، أو أي نوع من أنواع الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، لا تنتهي، خاصة أنواع الغش أو بإيمان كاذب أو إيمان فاجرة، تأخذ حق الناس، تغش في البضاعة، تغش في الثمن، تغش في البضاعة، كل هذا لا يجوز، سواء كنت بائع أو مشتري. البائع حينما يغش بالبضاعة، أو المشتري حينما يغش بالثمن ويغش بالمواعيد إلى آخره. فالأكل الحرام أثره عجيب، مع الأسف ليس على الشخص وحده، بل على أهله وعلى أهل بيته وعلى أولاده وعلى حياته وعلى البركة في أمواله وفي أوقاته وفي عمره وفي شأنه كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: فقال رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك ولو كان عود سواك. وحدث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، أربعة. طبعا الكبائر كثيرة، طبعا جاء لك السبع الموبقات، أنها سبع. وقال ابن عباس هي إلى السبعين، بل إلى السبعمائة أقرب. وتكلمنا في الجلسة الماضية عن الكبائر، وأن الذنوب كبائر وصغائر، كبائر وصغائر. وربنا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. واختلف العلماء في ضبط الكبيرة ما هي، ولكن قلنا لعل أقربها هو أنه كل يعني ما توعد عليه بنار أو بغضب أو بلعن أو نفي إيمان نحو ذلك. ومن أجمل التعريفات الحقيقة، والحقيقة يعني يجب تعرفه، أي إنسان يستهين بذنب أو يستصغره يخشى أن يتحول إلى كبيرة. إياكم إياكم أن تستصغروا الذنوب، لأن استصغار الذنب مهلكة. لا تستصغر أي ذنب، أي تقصير يحصل منك احرص على أن يدخلك الخوف، لأن استصغار الذنب أو الإصرار هذا هو الموت. ولهذا كان يعني من لطائف بعض التعريفات للكبائر، وهو ما عرف به الإمام الحرمين الجويني الشافعي رحمه الله، يقول: كل جريمة، لاحظوا الكبيرة، يعني يعرف الكبيرة هو كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ولقة الديانة. أظن هذا تعريف جميل حقيقة، وهذا يعني بمعنى أن أي ذنب تستصغره أو تحتقره يخشى عليك أن يترقى إلى يكون كبيرة. فضعف الدين عندك وتخفيفك من المعاصي واستسهالك للمعاصي ولو كانت صغيرة هذا خطير. كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة. ولهذا قال أيضا قريب منه ابن عبد السلام أيضا الشافعي رحمه الله، يقول: والأولى الشافعي ابن عبد السلام يقول، وهي قريب من كلام الجويني، والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه إشعارا دون الكبائر المصالح. طبعا ما نص عليه من الكبائر هذا شيء آخر، يتكلم عن غير ما نص عليه. ما ذكر له كبائر كالشرك بالله وعقوق الوالدين والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم، هذه وقذف المحصنات، هذه منصوص أنها كبائر السبع الموبقات.
لكن الذنوب الأخرى اللي ما لا لا يعني لم يأتي بالتنصيص عن الكبائر هذا ضابطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه. وتعبير الجويني رحمه الله يؤذن كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين وتؤذن أي برقة الديانة. هذا ضابط دقيق لأنها لماذا؟ لأنها يرجع إلى ما استقر في قلب المسلم. ولهذا يتتأملون قول الله عز وجل حينما ذكر صفات المتقين قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. مع أنها فاحشة فاحشة كبيرة ظلموا أنفسهم صغيرة لكنها صارت صغيرة حينما استغفر وحينما استحضر مقام الله عز وجل ومراقبته والخوف منه والخوف من ذنبه. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله هذا يقابل رقة الديانة واستسهال الجميل. لا ذكر الله يعني ذكر مقام الله ما ذكر أن الله مطلع وأنه حافظ عليه جميع أعماله وأنه سيوفيه بكتاب محصن فيه كل شيء لا يغادر صغير ولا كبير إلا أحصاه. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه ومن يغفر الذنوب إلا قال ولم يصروا. هذا هو الضابط ولم يصروا على ما فعلوا. يا إخواني الإصرار هو الموت. ما هو الإصرار؟ ولم يصروا على فعله. الإصرار ولعلي أشرت إليه فيما مضى الإصرار عمل قلبي. أنت أدرى بنفسك هل أنت مصر أو غير مصر. أنت تعرف أنك مقترف بذنب وتستغفر وتتوب وأنت تعلم أنك مستعد أن تكرر هذا الذنب يعني مصر. وإلا شك إنسان يقع في ذنب ويتوب وقد يرجع مرة أخرى هذا لا شك. لو يعني رجوع الإنسان إلى الذنب ليس دليلا على الإصرار. يعني كونك تقع في ذنب وتتوب منه وتندم عليه وتقلع عنه ثم تبتلى وتعود مرة أخرى هذا ليس دليلا على الإصرار دائما. لا الإصرار أنت أدرى بنفسك هل أنت مصر ولا لا. فالإصرار عمل قلبي بمعنى أنت مستقر في قلبك أنك إذا تهيأت الظروف سوف تعود للذنب. هذا 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 هو الذي عليك أن تحاسب نفسك. عليك أن تحاسب نفسك. والله يقول ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمهم أن الكبيرة من ضوابطها أن كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين أنه برقة الديانة. إذن هذه هي الكبائر. ثم ذكر أن الإشراك بالله وتكلمنا عنه في الجلسة الماضية الإشراك بالله ويعني وحقه أن نقف عنده كثيرا لأنه خطير. يعني الإشراك بالله لا شك أنه محبط العمل بل 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 لا يعني لا الشرك لا يغفره الله يعني بمعنى إلا إذا تاب الله لا يغفر الشرك به وصاحبه خالد مخلد في النار صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والإشراك كما قلنا في تعريف السابق هو أن تصرف ما هو محض حق الله تصرفه لغير الله. تدعو غير الله تخاف من غير الله في تستعين بغير الله تستغيث بغير الله تذبح لغير الله كل 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 هذا حق الله فعله شرك. شرك محض يعني أنك أشركت غير الله مع الله في حقه. سمي شرك لأنك أشركت المخلوق مع الخالق. أشركت المخلوق مع الخالق. والشرك ترى يا إخواني
يعني دقيق. الله يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، ويقول الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل في ليلة سوداء على صفات سوداء. لا تستهينوا بالشرك أبدا. يعني الإنسان يتعلق بغير الله كتعلقه بالله، ويخاف من غير الله كخاف من الله، هذا نوع الشرك. يذبح لغير الله، يستعين بغير الله، يستغيث بغير الله، يدعو غير الله. يا فلان يعني يدعو الأولياء، يدعو الأضرحة، هذا خطير. فالكبائر الشرك بالله وهو أولها طبعا، وتكلمنا عنها في جلسة ماضية، لا نطيل بالوقوف عنده وإن كان حقه أن نطيل. حقوق الوالدين وتكلمنا عنه أيضا، نسأل الله السلامة. ودائما ما يقر الله حق الوالدين بحقه، سواء فيما يتعلق بحقه الإيجابي أو حقه السلبي. الإيجابي العبادة، أن نعبد الله، هذا حق الله عز وجل. قال وقد ربك ألا تعبدوا إليه وبالوالدين إحسانا، قرر حقهما بحقه. وقال وعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا. في المقابل الشرك، قل تعالوا أتلوا محرم على ربكم ألا تشركوا بشيء، ويقابله العقوق، لأن الشرك هضم حق الله، العقوق هضم حق الوالدين. فهذا أيضا من اقتران حق الوالدين بحق الله عز وجل. وحقوق الوالدين أي عمل يعني يلحق أذى بالأب والأم، أي عمل أو أي فعل، قول أو فعل يلحق أذى بأمك وأبيك فهو حقوق، بدءا من الأف. ولا تقول لهما أف، بل إذا في شيء أقل من الأف أيضا لا يجوز. حتى قال بعض العلماء لو كان في شيء أقل من الأف ذكره الله عز وجل. الأف طبعا هي التأفف، ليس فقط لفظ أف، لا، إظهار التأفف، إظهار الملل، إظهار الضجر، هذا كله لا يجوز أمام الوالدين. المقصود أن أي نوع من أنواع الأذى تلحقه بوالديك هذا حقوق، فما بالك إذا كان أشد من ذلك، من رفع الصوت أو السب أو الشتم، أو حتى يعني عدم الإحسان إليهما، عدم الإنفاق عليهما، عدم، هذا الأمر أكبر وأكبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر. وقتل النفس بغير حق طبعا هذا من أكبر الكبائر، وعقوبته يعني الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، لاحظ، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم. مسألة بسيطة، خمس عقوبات: غضب الله عليه ولعنه وعده إلى آخره، جزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله إلى آخره. فقد نفسه خطير، لأن دماء الناس محترمة ومحفوظة، ولا تدري كيف نسأل الله السلامة ابتلوا بعض الشباب الناشئة في جرأتهم على قتل الناس وعلى داعش، شيء عجيب يعني. حتى قتلوا أقاربه نسأل الله السلامة، بعضهم قتل أباه وقتل عمه وقتل أخاه نسأل الله السلامة. واليمين الغموس، هذا هو الشاهد، واليمين الغموس من الكبائر. وطبعا اليمين الغموس طبعا سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار نسأل الله السلامة، غموس لأنها تغمس صاحبها في النار، بمعنى أنه تقدم يمينا سواء أمام القاضي أو أمام صاحبك. حينما يقول احلف أن هذا
ليس لك أو أن هذا ليس لي وتحلف وأنت كاذب، هذه من الغموس سواء أمام القاضي أو أو أو, أو أمام الذي اختلفت معه. وعن عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. قال وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعله الله نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. بمعنى حلف يمينا غموسا كاذبة فاجرة يأخذ بها حق أخيه، قال يعني يمين صبر، صبر يعني حبس، الصبر هو الحبس، بمعنى أنه استوقف ليحلف. ولهذا الشيخ يعني قال في يمين صبر قال يعني طلبت منه يمين صبر طبعا طلبت منه فحبس من يعني أو حبس عليها، لأن يعني الصبر فيه هو الحبس، ولهذا الصبر المعروف هو حبس النفس، الصبر هو حبس النفس، وهي يمين الصبر بمعنى أنه أن صاحبها ألزم بها. فحلف فأدخل فيها مثل جناح بعوض، الأول كان يقول قضيب من أراك هذا جناح بعوض، مما يدل على عظم حرمة أموال المسلمين وحقوقهم ودمائهم. ولا شك كما قلنا اليمين الغموس من الكبائر، والكبائر لا يخرج منها صاحبها إلا بالتوبة. كبائر الذنوب يقول العلماء لا تكفرها الأعمال الصالحة، صغائر الذنوب تكفرها الأعمال الصالحة، إن الحسنات تذهب السيئات، لكن الكبائر لا، لابد التوبة منها. وإذا كانت تتعلق بحقوق الناس لابد أن ترد الحقوق إلى أصحابها. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.